فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: إنه رجلاً مذاء، إنه رجل مذاء، وأحياناً يقول: أغسل فرجي لكني أنسى غسل ملابسي من المذي، لكني أنسى أن أغسل ملابسي من المذي، ولا أذكر ذلك إلا عند دخولي في الصلاة أثناء الصلاة. إذا نسيت فلا تؤاخذ، صلاتك صحيحة، لكن تغسله للمستقبل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.